السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة المجلة الكرام، فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بالجديد. هذا الفيديو بخصوص الأخبار التي تداولت مؤخرا عن افتتاح المساجد في الشهر القادم. فبعد أن كانت المساجد مغلقة منذ 16 من مارس الماضي بقرار من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظرا للأزمة التي تعيشها البلاد، تداولت بعض المواقع الإخبارية مؤخرا عن خبر افتتاح المساجد يوم 4 من يونيو القادم 2020. وفي هذا الخصوص نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بلاغا بخصوص هذا الموضوع. فقد جاء في البلاغ الذي نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي تكذب فيه وزارة الأوقاف تكذيبا قاطعا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من مزاعم حول ما أثبته خبرا رسميا مفاده إعادة فتح المساجد في جميع ربوع المملكة يوم الخميس 4 من يونيو 2020. وإذ تندد الوزارة بمثل هذه الأخبار الزائفة التي لا تجهل خطورتها خاصة في هذه الظروف، فإنها تؤكد على أن كل ما يهم الشأن الديني بما في ذلك بيوت الله يعلن عنه عبر القنوات الرسمية المعتادة. وإذ نندد بالأخبار الزائفة فعلى الجميع أن يستقي الأخبار من مصادرها الرسمية. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.